دمرتني لأنني كنت يوما أحبها. الأغنية فيها عبارة عن حالة غضب قوية جدا بتصل إلى ذروتها لما عبد الحليم بيقول قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. الفترة اللي طلعت فيها الأغنية كانت في فترة كان فيها عدم استقرار سياسي في مصر. لو احنا ركزنا على كاتب لست قلبي سنجد ان كاتب هذه القصيدة رجل دين في الأصل. ورد ان هو يكون كتبها تساؤل، حب يعمل شكل مغاير لكلمات القصائد. دمرتني لأنني كنت يوما أحبها أحبها.